مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب. وحلقه النهارده هي تكمله للموضوع اللي احنا بداناه الاسبوع الماضي وهو ماذا بعد الموت. انا عارف انه من اكثر الموضوعات اللي احنا ما بنحبش نسمع عنها هو الدينونه او زي ما بنسميها الحياه بعد الموت والدينونه الاخيره. لكن من اكثر الموضوعات التي تناولها رب المجد في حديثه واشار اليها اكثر من سبعين مره في الاناجيل هو موضوع الدينونه الاخيره والحياه بعد الموت فاذا كان هذا الموضوع بالنسبه للرب يسوع موضوع مهم وتكلم عنه مرات ومرات ومرات تكلم عنه في تعليمه في الموعظة على الجبل اتكلم عنه في الأمثال الكثيرة التي قالها اتكلم عنه في حديثه عن نهاية الزمان فأكيد هذا الموضوع موضوع مهم لأن الرب يسوع اهتم به واتكلم عنه كثير ماذا بعد الموت؟ اتكلمنا المرة اللي فاتت عن حقيقة الموت اتكلمنا عن دخول الموت إلى العالم اتكلمنا أيضا أنه آخر عدو يبطل هو الموت واتكلمنا عن انه ماذا يحدث للانسان المؤمن بعد الموت لي ننطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا لكن المره دي هتكلم عن الدينونه الاخيره وبالاخص هتكلم عن السماء وعن الجحيم آه هذا الموضوع مهم جدا لانه زي ما قلت انه حياتنا على الارض بتقرر هنقضي ابديتنا فين وعشان كده من المهم لنا سواء كنا مؤمنين ان نكون مستعدين لمجيء الرب او نكون مستعدين عندما نرحل ويامرنا الرب بان نترك هذا العالم سواء بالموت او بالمجيء الثاني للرب يسوع وان كنا بعيدين عن المسيح يبقى عندنا فرصه ان احنا نراجع انفسنا ونطلب من الله انه يقودنا ويرشدنا ونقبل يسوع المسيح المخلص الشخصي الذي لا دينونه للذين في المسيح يسوع لانه المسيح مات من اجلنا وحمل خطايانا على الصليب الدينونه الاخيره هتكلم عن بعض الحقائق المهمه جدا او طبيعه الدينونه الاخيره زي ما بيقدمها لنا الكتاب واحنا كل يوم واحنا بنعيش في العالم بنرى عشرات الالاف من الناس بيموتوا وبل مئات الالاف من الناس بيموتوا آه كل ساعه وملايين بيموتوا آه حوالينا لكنه كمان الموت ليس ببعيد عنا فكل عيله كل اسره فيها حوادث وفيها آه حزن لسبب فراق شخص من الأشخاص الأعزاء الأحباء حلو جدا أن احنا نتكلم عن ماذا يعلمنا الكتاب عن الدينونة الأخيرة وعن السماء أو عن الجحيم طبيعة الدينونة الأخيرة أول أتكلم عن أكثر من حقيقة وأشرحهم كل حقيقة لوحدها باستفاضة أنه بيقول الكتاب أن المسيح هو الديان أنه هو الشخص الذي سيدين أن الكل هيقف قدام كرسي المسيح الحقيقة الثانية انه ال الدينونه هتشمل غير المؤمنين، انه غير المؤمنين هيدانوا انه هيكون في هناك دينونه لهم. حقيقة الثالثه المؤمنين سيدانون بمعنى سيحاسبون، سيعطى كل واحد منهم حساب عما صنع خيرا كان ام شرا. الحقيقه الرابعه ان هناك ايضا دينونه للملائكه واخر حقيقه جميله جدا ان القديسين سيدينون العالم هنشترك مع المسيح في دينونته للعالم وحتى دينونته لاسرائيل فالخمس حقائق دول مهمين جدا لما نيجي نتناول موضوع الدينونة انه الشخص الديان انه مين هيدان وانه الامتياز لنا كمؤمنين قديسين في المسيح يسوع أوكي يسوع المسيح هو الديان أول حقيقة نعرفها أن يسوع المسيح هو الديان هو قال كده في يوحنا خمسة قال لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان يبقى ابن الإنسان هو اللي هو اللي هيدين الدينونة الأخيرة أعطيت للإبن لكي ما يدين وده اللي قاله الرب يسوع كمان في تيموثاوس الثانية وفي أصحاح أربعة وعدد واحد بيقول بيقول الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس: أناشدك إذا أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، يبقى الرب يسوع في ظهوره في مجيئه الثاني هيدين الأحياء وهيدين إيه؟ الأموات، الأحياء هيدنهم والأموات سيقوم من موتهم وأيضا سيدينهم يبقى الرب يسوع في مجيئه هو الديان الذي سيدين الأحياء والأموات الشاهد الثالث برضو بيقول لنا عن يسوع المسيح الديان بيقول الرسول بولس في أعمال 17 وفي عدد 30 و 31 فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل يبقى الله أقام يوم هذا اليوم هيدين فيه المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات هذا هو يسوع المسيح ولما يقول رجل هنا لا يعني إنه آآ آآ مش 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 إله لكن لما يقول رجل إنه بيكلم عن انه يسوع المسيح سياتي بنفس الطريقه اللي احنا او التلاميذ شافوه بها صاعد في جسده الممجد سياتي ايضا بهذا الجسد الممجد لكي ما يدين الكل يدين الاحياء ويدين الاموات دي أول حقيقة يبقى أول حقيقة بنعرفها عن الدينونة الأخيرة أنه شخص الديان شخص الديان هو شخص الرب يسوع المسيح وده بيأكد لنا أحبائي اللاهوت المسيح وانه هو الاقنوم الثاني في الثالوث الاقدس الحقيقه الثانيه المرتبطه بالدينونه الاخيره انه هذه الدينونه بتشمل غير المؤمنين انه لما ياتي الرب يسوع انه الكل هيقف قدامه وهؤلاء الذين سيقفون قدامه هم غير المؤمنين فيقول كده ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تثخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونه الله العادله الذي سيجازي كل واحد بحسب ايه بحسب اعماله سيجازي كل واحد بحسب اعماله كمان يقول وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيره النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين يبقى في الدينونه الاخيره ابليس الذي يعني اضل الناس وايضا الوحش والنبي الكذاب سيعذبون نهارا وليلا في الى الى الابد في البحيره المتقده بالنار وبالكبريت. فهناك دينونه اخيره لغير المؤمن، كمان هناك محاسبه خلينا اقول كلمه محاسبه مع انه الكلمه سواء بالعبري او سوري باليوناني او بالانجليزي هي واحده وهي كلمه judgment لكنه يمكن في العربي شويه الكلمه يعني بتبقى لانه لا شيء من الدينونه الان على الذين في المسيح يسوع لكن هناك أيضا محاسبة هنقف كلنا قدام كرسي المسيح ليعطي كل واحد منا حسابا عما صنع يقول كده في رمي 14 وأما أنت وهو بيتكلم هنا المؤمنين وأما أنت فلماذا تدين أخاك أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح لأننا جميعا هنا جميعا هي إشارة للمؤمنين لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح وهذا الكرسي طبعا هو بيما وهو الـ 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 الكلمه اليونانية هنا اللي بتستخدم انه زمان في الاولمبيات لما كان بتحصل اولمبيات وسباقات في روما وفي اثينا فهناك الملك جالس على كرسي عالي كويس في على المدرجات والمتسابقين اللي بيفوزوا بيصعدوا الى حيث كرسي الملك علشان او القيصر عشان ينالوا المكافاه فهو هو 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 كرسي المكافات هو كرسي اعطاء المجازات عشان كده يقول اننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح لأنه مكتوب أنا حي كل الرب أنه لي ستكسو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله فإذا كان كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله فكل واحد مننا هيعطي حسابا طبعا هناك حتى المكافآت للمؤمنين هتكون أيضا مكافآت فيها نوع من التدرج مختلفة من شخص لآخر وأيضا في كورنثوس الثانية وفي أصحاح خمسة وفي عدد عشر لأنه لابد أننا جميعا هنا المؤمنين نظهر أمام كرسي المسيح زي ما قلت بيما أو كرسي نوال المكافأة أو المجازاة لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا أم شرا يعني احنا هندخل السماء على أساس عمل يسوع المسيح إحنا مش هندخل السما على أساس أعمال عملناها، لكن الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي فعلاً مش هو الإيمان الإسمي لأنه هناك كثيرون للأسف مؤمنين إسمياً، اتولد في بيت مسيحي، نشأ في أسرة مسيحية، اسمه جرجس ولا يوحنا ولا مينا ولا شنودة، ليس الإيمان المسيحي بالإسم وليس الإيمان المسيحي بالميراث يعني مش لأنه أنا اتولدت بيت مسيحي فأنا مسيحي لكن الإيمان المسيحي هو اختبار حقيقي لقبول شخص المسيح في حياة الإنسان المسيح المغير الذي يغير قلب الإنسان وينقله من الموت للحياة ومن الظلمة إلى إلى ملكوت ابن محبته فبالتالي يقول الكتاب وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه يبقى من هما المؤمنين اللي هما قبل يسوع المسيح فكل من قبل يسوع المسيح مهما كانت خلفيتك، ان كنت بوذي، ان كنت مسلم، ان كنت لا ادري، ان كنت ملحد، ان كنت مسيحي بالاسم الكل متساوي قدام الله. المهم اللي بيغير او اللي بيفرق هو انك تكون قبلت المسيح مخلص شخصي لحياتك. فبيقول انه المؤمن الحقيقي هيقف قدام المسيح كويس ويعطي حساب لانه المسيح اوكلنا على امور كثيره اعطانا نعم كثيره باركنا ببركات سماويه وباركنا ببركات ايضا ارضيه نحن هنا وكلاء امناء لشخص الرب يسوع فهنعطي وكال حساب وكالتنا ويا لسعاده العبد اللي يقول له الرب يسوع نعما ايها العبد الصالح والامين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير هيأتي وقت ونعطي في حساب وكالتنا كمؤمنين عندما نقف أمام المسيح يبقى الله المسيح هو الديان مش عايز تنسوا مش عايزكم تنسوا الحقيقه دي المسيح هو الديان انه غير المؤمن سيدان المؤمن سيحاسب كويس والحاجه الثانيه الملائكه ايضا سيدانون إذا حتى الملائكة آه في نهاية الزمان حتى الملائكة ستحاسب يقول كده رسول بطرس في رسالته الثانية وفي أصحاح أربعة لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا وإحنا عارفين أنه الشيطان أو إبليس كان ملاك لكنه سقط كان رئيس ملائكة وسقط بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء يبقى هم في في ملائكه حره الان في قصدي ملائكه ساقطه اللي هي ارواح شريره حره لكن في هناك ايضا مجموعه اخرى مقيده ومعذبه ومربوطه ليوم القضاء محروسه ليوم ايه؟ للقضاء يبقى الملائكه ايضا ستدان. الستم تعلمون في كورنثوس الثانيه وكرونثوس الأولى أصحاح ستة وعدد ثلاثة بيقول: ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة، يبقى مين أننا؟ أننا هي المؤمنين. كان في خلاف في كنيسة كورنثوس. بين مؤمن و و وأخوه المؤمن فهذا الخلاف يعني اشتد فأخذوا بعضهم إلى المحاكم فرسول بولس بيكلم وبعت لهم هذه الرساله لكي ما يوبخ هؤلاء الذين يعني اخذوا بعضهم وقضاياهم الى المحاكم الدنيويه فيقول لهم انتم مش عارفين ان انتم ستدونون ملائكه فبالاولى امور هذه الحياه يعني انتم يعني انتم ازاي انتم هتدينوا ملائكه اذا كنتم مش قادرين تـ 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 يعني تـ تـ تتصرفوا في الامور امور هذه الحياه فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاء يعني يعني أقل شخص في الكنيسة أعدوه كقاضي وهو يحكم في هذه القضايا لكن الحقيقة اللي بيقولها وهو بيتكلم عن الموضوع ده إنه المؤمنين أيضا سيشتركون مع المسيح في دينونة الملائكة الحاجة الأخرى والحقيقة الأخرى الخامسة إنه القديسون سيدينون العالم يعني قد ايه هذا الامتياز آآ آآ رائع ألستم تعلمون ان القديسون القديسين سيدينون العالم فان كان العالم يدان بكم فانتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى يعني أن القديسين هيعملوا ايه سيدنون العالم أن الرب هيعطي سلطان للمؤمنين في نهاية الزمان لكي ما يكونوا مع المسيح في في دينونة العالم. يبقى اتكلمنا عن خمس حقائق كويس مرتبطين بالدينونة. أول شخص الديان هو شخص يسوع المسيح الذي له سلطان الدينونة أن يدين الأحياء والأموات وأنه هيأتي وقت سيسمع فيه جميع الذين في القبور صوت ابن الإنسان فالأموات سيقومون سيقومون. يبقى الديان هو شخص المسيح. الاشرار هيدانوا المؤمنين سيحاسبوا الملائكه ستدان المؤمنين القديسين سيشتركون في المسيح مع في دينونه هذا العالم. الدينونه النهائيه. لما نتكلم عن الدينونه النهائيه زي ما قلت في البدايه انه من اكثر الموضوعات التي تحدث عنها شخص الرب يسوع المسيح هو موضوع الدينونه النهائيه. يعني اتكلم عن عن المكافاه النهائيه والمجازات النهائيه، اتكلم عن الدينونه انه خير لك ان يهلك احد اعضائك من ان تلقى في جهنم النار، اتكلم ايضا عن الدود الذي لا يموت والنار التي لا تنطفئ مرات ومرات، اتكلم في الامثال عن آآ آآ المحاسبه عن العبيد الوكلاء اللي هيقفوا قدام سيدهم متى جاء ويعطي كل واحد منهم حساب وكالته. اتكلم ايضا في متى 24 ومتى 25 باستفاضه عن الايام الاخيره وعن مجيء ابن الانسان في المجد وعن ما سيحدث قبل وما سيحدث بعد. اتكلم عن هذه الامور زي ما قلت ان هناك اكثر من 70 اشاره اتكلم فيها الرب يسوع سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لكنه اتكلم فيها عن النهاية الدينونة الأخيرة وبالأخص عن الجهنم أو عن الهلاك الأبدي كلمة الجحيم وردت في إنجيل متى 12 مرة وردت في إنجيل مرقس ثلاث مرات وفي إنجيل لوقا ثلاث مرات وفي أعمال الرسل مرتين وفي سفر الرؤيا وردت اربع مرات اللي هي كلمه جهنم بيقول لنا انه مش كده كتاب مهم جدا انه احنا نعرف ماذا يقول الكتاب عن هذا الموضوع نحن لا نتحدث عن السماء او عن الجحيم من تخيلاتنا لانه نحن لا نستطيع ان نتخيل ما لا نعرفه كويس لكنه من اتى من السماء والذي ايضا صنع الجحيم لعقاب الاشرار هو الذي اخبرنا الله نفسه اخبرنا عن هذه الامور عشان كده يقول الرب يسوع لا تتعجبوا من هذا فانه تاتي ساعه كويس فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته كل الذين في القبور سيسمعوا صوت رب المجد يسوع المسيح فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة وزي ما قلت قبل كده إنه إنه زي يعني معجزات قيامة المسيح للأموات سواء لابنة ييروس أو ابن الأرملة أو العازر هذه المعجزات معجزات إقامة الأموات كانت برهان ودليل على صدق كلام يسوع المسيح وبالأخص هذه الآية لانه لو حد سامع هذه الايه او هذه العباره من من الرب يسوع انه ستاتي ساعه مالها يسمع جميع الذين في القبور صوته صوت ابن الانسان فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه والذين عملوا السيئات الى قيامه الدينونه وانا لو بسمع هذه الكلمات لاول مره واحد من هؤلاء الذين كانوا يعيشون ايام المسيح اول حاجه اقول باي برهان تقول الكلام ده ايه مصداقيه هذا الكلام ايه مصداقيته ايه مصداقيته ان انت فعلا هيأت وقت والاموات الذين في القبور سيسمعون صوتك على اي اساس هو اي حد يقول اي حاجه تتصدق عشان كده الرب يسوع لما صنع المعجزات الاقامه معجزات الاقامه دي كانت اقامه بكلمه او بلمسه وكان الرب يسوع بيقول لو أنتوا عايزين تعرفوا سلطاني على الموت انظروا الى ابن تيروس انظروا الى ابن الارمله انظروا الى العاذر الذي سمع صوتي بعد ان انت وقام فانا هو الديان الذي سيأتي وقت عندما يسمع جميع الذين في القبور صوتي محدش في التاريخ البشري كله من أول آدم وحتى يومنا هذا كان عنده الجراءة أنه يقترب في إعلان زي الإعلان اللي قاله الرب يسوع المسيح عن نفسه أنه ديان أنه انه هياتي وقت يسمع جميع الذين في القبور صوته كل القبور في كل مكان ده حتى اللي ماتوا في البحر البحر هيعطي هؤلاء رجعهم مره ثانيه عشان كده يعني لما نيجي عند موضوع لاهوت المسيح حلو ان احنا نشوف اعلانات المسيح عن نفسه لانه مش ممكن ابدا يكون شخص عادي بيعلن هذه الاعلانات عن نفسه طبعا تقول لي باذنه هو عمل كده باذن ربنا اداله الاذن باذن الله وانا برجع مره ثانيه وبسال نفس السؤال لماذا اخص الله المسيح باخص خصوصياته ليه 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 دون غيره يعني من الناس؟ لماذا اخص الله شخص المسيح؟ بامور مش ممكن ابدا اي واحد من البشر يعملها. وده السؤال هطرحه. واتمنى عزيزي المشاهد انك تفكر فيه وانك تقرا الاناجيل وتتقابل مع يسوع المسيح، وتعرف مين هو يسوع المسيح. يبقى انا عندي لما الاموات يسمعوا صوت ابن الانسان هيحصل حاجتين هنا الاموات هيقوموا صح؟ فهيقوم الابرار الى قيامه الحياه ابرار هيطلعوا الى قيامه الحياه طب والاشرار الى قيامه ايه؟ الدينونه يبقى أنا مش هدخل في تفاصيل كتيرة لأن المجيء التاني موضوع المجيء الثاني ده موضوع طويل و... وكبير وفيه أفكار جميلة كتيرة جدا سواء آآ آآ يعني لو كنت بتؤمن بالفكر التدبيري أو بتؤمن بالفكر ال... الريفورم أو الإصلاح لكنه أنا بتكلم عن حقيقة قيامة الأموات. طيب ناخد مداخلة ونكمل كلامنا مع بعض. الأخ أبو مهند خير؟ الو؟ الو؟ مساء الخير؟ مساء النور أهلاً وسهلاً بحضرتك تحية محبة للدكتور أشرف عزمي أهلاً بيك أهلاً بيك أه لدي سؤال عن عن الحلقة الماضية لكن أه أريد أن أسأل هذا السؤال أه الآن إذا فضل. أمكن تفضل تفضل أه عقيدة المطهر آه. الموجودة عند الغربيين لماذا ترفض الكنيسة الأرثوذكسية هذه العقيدة؟ لدي خمس نقاط تقريبا على رفض هذه العقيدة. أيوه. إذا سمحت تكرمت بإجابتي حتى أعرف أكي. إذا كانت هذه النقاط أنا اللي وضعها. هي متاكد منها ولا طيب. لا طيب احنا احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن هذا الموضوع بشويه استفاضه وقلنا انه عقيده المطهر هي انه الانسان المؤمن بعد لما بيموت بي ما بيروحش للسماء مباشره لكنه بيروح الى مكان يوفى فيه حسابه فهو مكان عذاب إنه زي ما نقول يدفع أجرته للآخر فكل الخطايا اللي عملها أو كل الشوائب المتعلقة به في هذا المكان يتطهر قبل أن يصعد إلى أو يذهب إلى السماء. وقلنا إنه الفكر ده مبني على أكثر من شيء، أول حاجة اعترضنا على هذه العقيدة أنها غير كتابية، يعني ما عندناش في الكتاب المقدس أي نص كتابي بيقول لنا إنه انه الانسان المؤمن بعد لما بيموت بيدفع ثمن خطاياه فده ده مش موجود في الكتاب او انه بيروح الى مكان يسمى المطهر فالفكره نفسها ملهاش اي سند سند كتابي قلنا الرفض الثاني اللي بيخلينا نرفضها او السبب الثاني اللي بيخلينا نرفضها انها مبنيه اساسا على فكره موجوده في المكابين الثاني واصحاح 12 وده من الاسفار المحذوفه فبالتالي آآ آآ غير غير مقبوله الكتاب المقدس علم بكل وضوح انه الانسان الذي يموت مؤمنا بالمسيح زي ما قال المسيح اليوم تكون معي في الفردوس فالمسيح ما كانش في المطهر علشان ياخد الشخص اللي كان على الصليب معاه الى المطهر لكنه قالوا اليوم تكون معي في الفردوس بولس الرسول بيقول انه ليش ان انطلق واكون مع المسيح فالانطلاق من العالم بيكون مباشره مع شخص المسيح السبب الرابع طبعا والاهم جدا انه فكره المطهر بتقلل من عمل المسيح الكفاري اللي عمله من اجلنا على عود الصليب انه انه مات من اجل خطايانا، انه دفع ثمن خطايانا، انه سدد كل الديون اللي علينا، انه حررنا من كل خطيه فبالتالي لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع. فدول يمكن الاسباب الاساسيه اللي بتخلينا ان احنا نرفض فكره المطهر لانها مش كتابيه لانها مبنيه على نص من الاسفار ابو كريفه لانها تتعارض مع كفاره كفايه كفاره المسيح وموته من اجلنا على عود الصليب اتمنى اني اكون اجبت على حضرتك بهذه الافكار هو معنا قفل طيب فقيامه الاموات وقلنا قيامه الحياه وقيامه الدينونه طيب زي ما قلنا في السماء اللي هي بسميها قيامه الحياه هي اللي بنقول السماء او بيت الاب زي ما بنسميه الكتاب والهلاك اللي هو الجحيم اللي بيروح الى الاشرار فمكانين مختلفين نهائيا طيب نتكلم شويه عن السماء من اجمل الامور اللي فعلا بيتكلم عنها الكتاب هي السماء بس ايه هي السماء هل السماء يعني في فكره الكتاب تشير الى مكان معين تشير الى حيز معين ايه تعريفنا للسما يعني ماذا يقول الكتاب عن هذا الموضوع السمع سواء بالعبري او باليوناني كلمه شمايم حتى قريبه من هي بتيجي دايما بالجمع ما بتجيش ابدا بالمفرد في العبري يعني ما فيش مره في الكتاب المقدس ذكرت بالمفرد فهي دايما تاج تاتي بالجمع وكلمه ايم او ال يود ميم دي في الاخر بتعني الجمع زي ألوهيم شمايم فالسماوات او نخلينا نقول السماوات وباليوناني هي اورانوس في العهد الجديد لكن ايه هي السماء وايه هي اورانوس يعني ايه تعريف الكتاب المقدس ليهم اول حاجه ان هناك ثلاث ابعاد او ثلاث معاني مختلفه زي ما بندرس مثلا كلمه العالم هكذا احب الله العالم. ايه العالم الكتاب المقدس ذكر العالم بثلاث معاني مختلفه او ثلاث ابعاد مختلفه العالم هو الخليقه كويس إنه كون العالم به يعني خلق العالم بالمسيح يعني فبالتالي العالم بيعني الخلية اليونيفيرس ده ده إشارة العالم العالم أيضا بيعني الناس هكذا أحب الله الناس هكذا أحب الله العالم فعندما يقول أحب الله يحب الناس هكذا أحب الله العالم بمعنى الناس يبقى بمعنى الخليقة بمعنى العالم لكن كمان لا تحب العالم ولا أشياء التي في العالم فكيف الله يأمرني أنه هو بيقول أنه أحب العالم وفي نفس الوقت بيأمرني أنا أنه لا أحب العالم هنا مش بيقصد الناس لكنه المعنى الثالث اللي بيقصده هو أنه النظام العالمي الذي وضع في الشرير المقاوم لمشيئة الله اللي هو يعني صفاته شهوة العيون وشهوة الجسد وتعظم المعيشة بنفس الفكر لما نيجي للسماء السماء في ثلاث ابعاد او في ثلاث معاني لكلمه شميم او اورانوس في الكتاب المقدس اول حاجه السماء بتاتي كجزء من الكون يعني لما كثيره يشير اليها على انها الجزء من الكون او ممكن اخلي هنا نحط هنا كلمه سكاي اللي هي السحب او الجالكسي يعني ما بعد ما بعد ما بعد الغلاف الجوي النجوم والكواكب والمجرات الى اخره الفضاء الخارجي فهي جزء من الكون جزء من الكوزموس جزء من اليونيفيرس الجزء الثاني اللي بيستخدمه الكتاب المقدس انه اوقات كثيره بيستخدم كلمه سما كمرادف لله يعني بدل ما يحط كلمه الله بيحط سما وهنشوف الاجزاء دي في بعض الايات المعنى الثالث انه سما مسكن الله انه كرسي الله او مسكن الله حيث يسكن الله الثلاث معاني دول بنجدهم في الكتاب المقدس بكل وضوح انه السماء كجزء من الكون السماء مرادف لاسم الله السماء ايضا مسكن لشخص الله فلما نيجي الى السماء كجزء من اليونيفيرس كجزء من الكوزموس هنا بناتي عندما تستخدم الكلمة السماء مع الارض يعني لما يجيب الاثنين مع بعض فهي تشير الى الكون يعني عشان كده يقول ايه في البدء خلق الله ايه السماوات والارض يبقى السماوات هنا هي جزء من اليونيفيرس ولما يقول السماء والارض قصده انه الكون كله على بعضه أن ربنا خلق السماوات والارض بمعنى انه خلق الكون كله خلق كل ما فيه فهي جزء من الكون يقول الكتاب الرب يسوع ايضا فاني الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض يبقى يعني ايه تزول السماء والارض الى ان ينتهي العالم الى ان ينتهي الكون الى نهايه الزمان كويس عشان كده استخدم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل يبقى في الايات دي بنشوف انه كلمه سماء استخدمت في الكتاب المقدس لتعني انها جزء من الكون جزء من الكون رب السماء والارض قيل ايضا الرب يسوع وهو في يوحنا 11 يقول احمدك ايها الاب رب السماء والارض رب الكون انت سيد الكون كويس ففي كل المعاني دي السماء جات بمعنى مهم جدا وهو انها جزء من الكون عشان كده يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه هي هي لما الانسان ينظر اليها كجزء من الكون دون و ويتامل في هذه الخليقه الجميله البديعه اللي خلقها ربنا هذه الخليقه بتعلن مجد الله يبقى ده اول معنى من معاني السماء في الكتاب المقدس انها جزء من الكون جزء من الكون ولما تيجي مع الارض بتعني الخليقه كلها كل اليونيفيرس طيب المعنى الثاني بتاعتي كلمه سما في الكتاب المقدس مرادفه لكلمه الله يعني ممكن اشيل سما واحط كلمه الله ازاي الكلام ده اقول لكم بعض الايات لما الابن الضال فاكرين الابن الضال اللي هو المثل اللي ضرب الرب يسوع في لوقا 15 وقال انه كان لاب ابنان جيل أصغر قال له يا ابي اعطيني مراثي وخد ميراثه وراح إلى كرة بعيدة وهناك يعني صرف كل فلوسه في بزخ وعاش في الخطية وفي الآخر فقر وما كانش لا يأكل وبعدين يقول الكتاب فرجع إلى عقله رجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وبعدين قال أرجع إلى أبي وأقول له إيه أخطأت إلى السماء وإيه وقدامك يعني ايه اخطات الى سماء؟ يعني هل في واحد ممكن يخطئ للسماء؟ يعني هل السماء عشان اخطئ ضد حاجه يبقى اكيد الحاجه دي بتشعر يعني آه يعني ف او كيان فهل هل معناها اخطات الى سماء معناها ان انا اخطات الى الجلد؟ اخطات الى السكاي؟ اخطات مثلا الى الجلاكسي؟ آه لا مش معناها كده، لما يقول اخطات الى سماء اخطات الى الله. أخطأت إلى الله وإيه؟ وقدامك وأنت كمان أنا أخطأت في حق الله اللي قال لي أكرم أباك وأمك وأعيش بحسب هذه النواميس وأخطأت في حقك أنت كمان كأب يبقى هنا لو شلنا كلمة السماء وحطينا كلمة الله يبقى المعنى كمان واضح أخطأت إلى الله وإيه؟ وقدامك آية ثانية الرب يسوع نفسه الـ الـ اليهود او الفرنسيين كانوا دايما يعني مقاومين للرب يسوع في خدمته. واوقات كتيره كانوا بيجوا باسئله يعني عشان ايه يعني خلاص بقى الذكاء بتاعهم آآ آآ الى آآ هذه الدرجه فعايزين يحطوه في موقف المدافع. فهو في مره قال لهم طب انا اسالكم سؤال قدام كل الجموع. مع معمودية يوحنا معمودية يوحنا المعمدان. اللي كان بينادي بالتوبه بيها. معمودية يوحنا دي من السماء ام من الناس؟ ايه يعني من السماء؟ من الناس افهمها انه انه معمودية يوحنا دي هل هي بتكليف من الناس؟ هل هي بدافع او حد قال عليها او حد كلفه بيها من البشر؟ لكن من السماء اقدر افهم السماء ازاي؟ لكن هي لو شلنا كلمه السماء وحطينا كلمه الله بدلها يبقى معموديه يوحنا من اين كانت؟ من الله ولا من الناس؟ يبقى هنا السماء استخدمت كمرادف لله. استخدمت كمرادف لله. آيه ثانيه. هذه الحقيقه ايضا نراها بوضوح جدا في دراستنا لانجيل متى وانجيل لوقا متى في كل تعبيراته كان يقول عن ملكوت عن الملكوت انه ملكوت السماوات ما فيش مرة متى قال عن اسمه ملكوت الله كويس لؤى كان العكس لؤى في كل ذكره عن الملكوت كان يقول ملكوت الله طب ليه هل ملكوت السماء مختلف عن ملكوت الله لا بس لانه متى يهودي واليهود لا يستخدمون اسم الله في حياتهم يعني اسم الله ده ده يعني اسم جليل متسامي عظيم فما ينفعش انه يكرره في كلامه كثير فكان دايما يقول عن ملكوت الله يقول عن ملكوت السماء اما لو لأنه انه كان بيكتب للامم فهو ما عندوش مشكله انه الامم يفهموا انه ملكوت السماء اللي بيتكلم عنه متى هو نفسه ملكوت الله اللي هو بيتكلم عنه الاثنين معنى واحد ملكوت السماوات او ملكوت الله فالسما يبقى جت بمعنى ايه؟ سما جت بمعنى او مرادف لكلمه الله. المعنى الثالث يبقى السما جت جزء من الكون من الكوزموس كويس اليونيفيرس السما جت كمرادف لكلمه الله في بعض الايات السما ايضا جت كمكان مسكن الله حيث يسكن الله. وهنا السؤال هل الله يسكن السماء؟ اليس الله موجود في كل مكان؟ آآ آآ إذا حد الله نفسه بالسماء يبقى الله محدود لأنه يبقى معنى كده أنه موجود في مكان ومش موجود في مكان لكن خلينا نشوف هذا الجزء آآ آآ ماذا يعني الـ 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 الرب يسوع قال إيه مرات كثيرة قال للتلاميذ لما تيجوا تصلي قولوا أبانا الذي في السماوات ليه أبانا الذي في السماوات ليه ما قالش أبانا الذي في الكون يا الذي في الأرض يعني لأنه السماء في الفكر الكتابي هي مسكن الله وبعدين قال إيه يمجدوا أباكم الذي في السماوات يعني إنه 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 بركم لابد أن يزيد عن الكتب والفريسين فيروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي فين في السماوات يبقى مسكن الله الرب يسوع نفسه قال انه اتى من السماء. طبعا الايه دي خدناها مره واحنا بنتكلم عن شخصيه يسوع المسيح ولاهوت المسيح في يوحنا ثلاثه وعدد 13 يقول هذه الكلمات وليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء. يبقى السماء مسكن لمين؟ مسكن الله. كويس؟ انا بحط بس المعاني علشان يبقى الصوره واضحه قدام حضراتكم. الملائكه بتاتي منين؟ بتاتي من السماء وتعود الى السماء وتسكن السماء حيث تعين الله وتنفذ مشيئه الله الذي في السماء ولهذا يطلق عليهم الكتاب المقدس جند السماء جند السماء لك يسجدوا طيب نقل إلى جزء آخر من أين ننتظر مجيء المسيح؟ نحن ننتظر المسيح من السماء اللي هيأتي من السماء يسوع المسيح هذا الذي رأيتموه صاعدا سيأتي ثانية منين؟ من السماء تسالونيك الأولى وأيضا تسالونيكي أصحاح واحد وأصحاح أربعة يبقى السماء كمكان لسكن الله بما أنها مكان لسكن الله فهي أيضا المكان الأبدي للمؤمنين يعني أن المؤمنين هيكونوا حيث الله موجود فبما أن الله موجود في السماء فالمؤمنين أيضا هيكونوا فين؟ هيكونوا في السماء. عشان كده في تسالونيكي وأصحاح ااا الأولى وأصحاح أربعة يقول الرسول بولس هذه الكلمات المعزية وفي عدد 17 ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب. نكون كل حين مع ايه؟ مع الرب والرب يسوع قال لنا لابد ان احنا كمؤمنين نكون مستعدين للسماء واحنا عايشين على الارض ما ينفعش ان احنا آآ آآ نعيش بفكر الارض لابد ان احنا كمؤمنين نعيش بفكر سماء مستعدين لسه ما كده قال لنا ايه لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد سوس والصدى وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدى وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون يبقى الكنوز بتاعتنا كمؤمنين بنعملها فين؟ بنحطها فين؟ في الارض ولا بنحطها في السماء؟ بنحطها في السماء. أمور أبدية، أمور سماوية. طيب إيه بقى بعد الكلام ده؟ احنا قلنا السما في ثلاث معاني للسماء مش عايز حضراتكم تنسوا آه الثلاث أبعاد دول. آه طبعا أنا يعني آه بحب الامتحانات وكان نفسي إن أنا أعمل لكم امتحان لكن مش هينفع إن أنا أعمل امتحان للمشاهدين لكن على الأقل حابب إنه إنه تعرفوا المعاني دي المعنى الأولاني للسما إنها جزء من الخليقة. جزء من الخليقة. المعنى الثاني للسماء هي بتاتي في الكتاب المقدس مرادفه لكلمه الله. كويس؟ المعنى الثالث للسماء انها مسكن الله. ثلاث معاني دول مهمين جدا في دراستنا وطبعا المعنى بيحددوا القرينه يعني قرينه الايه لما بقراها بعرف اذا كان بيعني انها جزء من الكون من الخليقه بعرف انها مرادف لله بعرف انها مسكن الله. ايه بقى طبيعه السماء؟ السماء اولا هي محضر الله حيث محضر الله في العهد القديم الله كان بيختار اماكن لكي ما يظهر مجده فيها بصوره غير عاديه عن اماكن اخرى فمثلا جبل سينا حيث النار وحيث الزلزله وحيث الدخان الله اعلن مجده في جبل سينا ولدرجه انه ما كانش حد يقدر يقرب من هذا المكان لانه كان مجد الله عظيم في هذا الوقت في ذلك المكان فالمكان ده أظهر الله في مجده بطريقة مختلفة عن أي مكان آخر هل, هل الله اللي أظهر مجده في جبل سينا مش موجود في أماكن أخرى؟ لا دي طبعا غير حقيقي الله موجود في كل مكان وكمان الله أظهر مجده في خيمة الاجتماع في خيمة الاجتماع كان حضور الله وكان مجد الله وكانت السحابة اللي بتظلل وكان هذا المجد اللي بيخيم على الخيمة للدرجة انه كان كل يشعر بحضور الله وكمان في الهيكل السماء بقى هي مانيفستيشن هي اعلان لمجد الله هي هي المكان اللي بتجري فيه مشيئه الله بدون اي مقاومه هي المكان اللي الله بيعلن فيه مجده بصوره غير عاديه عشان كده الكتاب قال انها مسكن الله فالسماء هي محضر الله يقول الكتاب وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح الله كل دمع من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت فين ده في السماء مسكن الله سماء جديدة وأرض جديدة مسكن الله مع الناس هو سيسكن معهم أنه المكان ده لا فيه موت ولا فيه حزن ولا فيه ألم ولا فيه وجع ولا فيه شر ولا فيه خطية لأنه العالم الساقط قد مضى وهو ذا الكل قد صار جديدا فهي محضر الله ومسكن الله ده طبيعة السماء حاجة تانية طبيعة السماء في السماء لا وجود للشر ولا للموت ولا للحزن ولا للصراخ ولا للوجع فمصدر الشر الذي اسقط ابوينا ادم وحواء قد طرح في بحيره النار والكبريت ابليس المجرب قد طرح في بحيره النار والكبريت كل شيء سيكون جميل طوف زي ما ربنا خلق الارض الاول ورأى الله وإذ ما صنع وإذ هو حسن جدا. حسن جدا. السماء هي مكان مجد الله. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض إيه؟ السلام. هي مكان زي ما قلت Manifestation إعلان إظهار مجد الله. في لقاء 2 وفي عدد 14 عشان كده لما الناس شافت الرب يسوع داخل مدينة أورشليم ووضعوا ثيابهم وجابوا السعف وقعدوا يقولوا وصلنا وصلنا مبارك الآتي باسم الرب يقول إيه مبارك الملك الآتي باسم رب سلام في السماء ومجد في الأعالي مجد في الأعالي مجد في الأعالي كلمة مجد كلمة توب كلمة بالعبري كفود بتعني ثقل. ثقل. إن الله بيظهر ثقله بيظهر عظمته كما في السماء كذلك على الأرض في يوم من الأيام. حياتنا في السماء تتلخص في ثلاث كلمات. مكان السماء هي راحة. إن الله يدخلنا إلى الراحة. إحنا عايشين الآن في برية. هذه البرية فيها آلام فيها وجع فيها موت فيها مرض. فيها حزن فيها بكاء فيها صراع مع الخطية فيها صراع مع عدو الخير وده كلنا بنعيشه كلنا بنعيشه والمؤمن بيعيشه أكثر من غير المؤمن لكن احنا عايشين غرباء ونزلاء عشان كده الكتاب وصف حياتنا على الأرض بأنها يعني النقدة بيت خيمتنا الأرض هي خيمة عايشين فيها ويجي وقت نروح الى الراحة عشان كده الرب يسوع قال لتلاميذه أنه لا تضطرب قلوبكم ولا تحزن ليه في بيت أبي منازل كثيرة فهو الرب يسوع يأخذنا إلى البيت الأبدي حيث الراحة طبعا مش الراحة معناها يعني الواحد زي ما يستلقى كده ويعني وي... وصل إلي بيته وصل الى مقره النهائي مهما حتى لما نكون في اجازه مثلا لما الواحد يبقى طالع اجازه ورايح مكان جميل وقعد يومين ثلاثه هناك يا لما بيرجع الى بيته يقول ياه ما فيش احلى منين من البيت مفيش احلى من البيت احنا عايشين غرباء حاجة تانية في السماء انه مكان عبادة مكان عبادة الحاجة التالتة عبيده يخدمونه مكان خدمة فالسماء هي المكان اللي هنكون فيه مع الله إلى الأبد طب أجي بقى لسؤال هل السماء دي حالة حالة روحية يعني لما 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 أنا بموت كويس الإنسان بيموت و ولما يجي المسيح ويقيم الأجساد كويس أجساد القديسين أه هل هل دي تعتبر يعني حاله روحيه؟ يعني اختبار روحي؟ ولا السما دي مكان؟ يعني هل هي حاله ولا مكان؟ أتمنى إنه قادر أوصل للتعبير لحضراتكم. هل هي فعلاً مكان مادي؟ يعني مكان كده إحنا موجودين فيه؟ ولا هي مجرد العلاقة الروحية بينه وبين الله وريفر بقى تكون فين مش مهم المكان المهم انه في علاقة روحية بين الله فانا هبقى سعيد ومبسوط ومفيش موت ومفيش حزن لكنه مش مكان لأنه يعني البعض النهاردة بينادي بهذه التعاليم اقدر اقول ان السماء هي اولا حالة هي اولا حالة يقول هذه الحالة هي حالة القرب والتواصل المباشر مع الله فالله روح ولا يمكن أن يحد بمكان ولهذا فالسماء هي حالة روحية من القرب والشركة مع الله كويس؟ وده البعد ده موجود في كتاب معدس البعد ده أنه السماء كحالة موجودة في كتاب معدس لكن إذا تركت الجزء ده بس كده وقلت انه ده كله السماء يبقى عندي حاجه ناقصه يبقى التعليم الكتابيه زي ما بيقولها لي الكتاب ما اكتملتش ليه لان عندي جزء اخر بيتكلم عنه الكتاب بكل وضوح انه السماء ليست فقط حاله لكنها ايضا مكان مكان ايه فايده قيامه الاموات لو السماء مجرد حاله روحيه وشركه الا تتواصل روحي مع الله ويكتفي بهذا الامر لماذا يقيم الله الاموات لماذا سياتي يوم يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الانسان فيقوم هؤلاء وهؤلاء لماذا اذا كانت هي مش مكان لماذا لا يكتفي الله انه خلاص الجسد اتحلل وانتهى الموضوع و... وروحي في شركة مع الله واعيش مع الله للأبد ان لم تكن مكان فبالتالي بما انه في قيامة اموات قيامة الاموات بتستلزم وجود مكان او لا تاني قيامة الاموات بتستلزم وجود مكان فالكتاب المقدس بيكلمني عن السماء على انها حاله من الشركه والتواصل الدائم مع الله لكنه في نفس الوقت بيقول لي ان السماء ايضا هي مكان 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 هنعيش فيه مع المسيح الى الابد الاشاره المتوازيه بين السماء والارض تفترض ان السماء كالارض هي مكان لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض بما ان الارض دي مكان يبقى السماء ايضا ايه مكان فالاثنين لو قلت ان السماء مجرد مكان بس من غير انها حاله من العلاقه والتواصل الدائم والشركه مع الله يبقى في حاجه ناقصه واذا قلت ان السماء مجرد حاله دون انها تكون مكان يبقى ايضا في حاله ناقصه لكن السماء في الفكر الكتابي هي مكان وهي حاله والاثنين مع بعض مهمين عشان يبقى عندي كل الفكر الكتابي عن السماء أي بقى لسؤال مهم. ماذا عن الملذات الجسدية في السماء؟ وهنا طبعاً إحنا بنعيش في مجتمع إسلامي جعل من هو ما يعرفش السماء، المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي يعرف الجنة والجنة كويس. جعل من الجنة محورها واساسها هي الملذات الجسديه فكل ما هو محرم في الارض صار محللا في السماء او في الجنه يعني يعني الجنه في الفكر الاسلامي ما هي الا سوري اقول في اللفظ ده لكنه دي الحقيقه الجنه في الفكر الاسلامي هي نايت كلاب هي شرب بلا حدود هي جنس لا ينتهي هي اكل حتى يتخم الانسان ملهاش ملهاش اي علاقه بالله يعني الله كانه مش موجود في الصوره يعني الله مجرد انه قاعد شايف سوري هذه الرغبات الجنسيه الجامحه اللي موجوده كويس وعمال يسدد في احتياجات الانسان سواء من جنس او شرب او من اكل هذا الفكر فكر ارضي الوصف الوحيد لهذا الفكر انه فكر ارضي ارتبط بالنجاسه والفكر الارضي المادي الجنسي الشهواني للانسان لكن السمع في الكتاب المقدس قداسه لا يزوجون ولا يتزوجون ده الرب يسوع قالها يعني احنا هنكون في السماء كالملائكه الله لا يزوجون ولا يتزوجون وبما ان الجنس هدف من اهداف الجنس هو الاكثار ال فالغرض ده مش موجود وبما انه ايضا هدف من اهداف الجنس هو التواصل انسان مع اخيه الانسان او تواصل الزوج مع زوجته فهذا ايضا مش موجود فبالتالي الجنس غير موجود في السماء السماء هي مكان هي حاله ما لم تسمع به اذن وما لم تراه عين ولم يخطر على بال انسان اللي اعده الله لينا في السماء زي ما اعد لينا الصليب هو اعد ايضا مكان ابدي نكون فيه مع المسيح الى الابد اتمنى عزيزي المشاهد انك تكون بتضمن السماء وانت على الارض. لان من له الابن له الحياه. ومن ليس له الابن فليست له الحياه. وهكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. هتكلم المره الجايه عن الجحيم. لكن هكتفي المره دي بالحديث عن السماء. والى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم